ما حكم غض البصر وكيف طريقته وعن من أغض البصر؟ حكم غض البصر، قل من يغض من أبصرهم، تغض عن الحرام، كيف أغض؟ غمض أو اخفض رأسك لأسفل أو اصرف بصرك عن الحرام. عن من أغض؟ عن من لا تحل، عن من لا يحل لك النظر إليه، سواء كانت نسوة أجنبيات أو عورات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد.